نكمل هنا بقى السبيكينج. السبيكينج زي ما اتفقنا اسهل حاجه، ممكن يكون اسهل حاجه وممكن يكون اصعب حاجه في الاختبار. ليه اسهل حاجه في الاختبار؟ لانه مدته بس 15 دقيقه، يعني رايتنج 1 اور، رايتنج مدته فقط ساعه، الريدنج ساعه، الليسننج 40 مينيتس 40 دقيقه، السبيكينج فقط 14 مينيتس 14 دقيقه، يمكن كمان اقل. لو طالب ممتاز جدا ممكن ياخد الاختبار ليسننج او سوري اختبار سبيكينج في وقت اقل من كده. الوقت بتاعه هو كمان على 9، يعني على 9 زيه زي الريدنج زيه زي الليسننج زي الريدنج. المهم السبيكينج عباره عن 3 اجزاء. طبعا وقت الامتحان بتاع السبيكينج ممكن يكون بيفور اور اون اور افتر ذا ريتن اكزام، يعني ممكن في طلبه بيمتحنوا قبل الاختبار، يعني مثلا لو اختبارهم السبت ممكن يمتحنوا سبيكينج يوم الجمعه او يوم الخميس اللي قبله. لو اختبارهم قبليها يعني ممكن يكون قبليها بفتره، ممكن يكون مش اكتر من اسبوع، بس ممكن قبل. طبعا في المركز بيعرف بالظبط امتى اختبار سبيكينج. ممكن يكون اختبار سبيكينج في نفس يوم الاختبار، وده بيكون في المراكز اللي هي مش بيكون فيها عدد طلبه كبير. في الحاله دي مش محتاجين يقسموا السبيكينج في ايام مختلفه، بيكون عدد الطلبه اللي بيمتحنوا مش اللي هو ضخم جدا لدرجه لازم يقسموه، فبيمتحنوا في نفس يوم الاختبار. بيمتحنوا بيبعت لهم رساله نصيه قبل الاختبار، يقول لهم تكست مسج يقول لهم انتوا الاختبار بتاعكم هيكون سي الساعه 3:30 3:30 4:30 5 and so on، وبيحدد مكان الاختبار. ممكن يكون هو نفس مكان اختبار الامتحان فيه، ممكن يكون مكان شويه مختلف، بيكون معرفك قبليها بفتره. طبعا بالنسبه للسبيكينج طبعا التكنيكس اهم حاجه في السبيكينج، يو هاف تو سبيك، يعني you have to speak, it's speaking so you have to speak. So speaking exam ده دفعنا ممكن يكون after the exam، ممكن تختبر writing في يوم بعد كده باختبار writing تروح تمتحن في يوم تاني speaking. في فترة في الرياض هنا كانوا بيمتحنوا الاختبار يوم السبت واختبار speaking يكون يوم الخميس اللي بعده. طبعا ده برضو احيانا بتختار انت بتسجل تقول انا عايز الاختبار قبل ولا بعد ولا تا، في امكانيه ان انت تختار. لكن وانس انت سجلت عايز تغير اي حاجه بتدفع مصاريف، بتدفع غرام التاخير او غرام التاجيل او غرام تغيير اي حاجه. المهم يعني مثلا حتى لو طالب حاجز اكاديميك وعاوز يحول من اكاديميك لجنرال بيدفع 500 ريال لانه خلاص سجل اكاديميك. لو عايز مثلا سي يختبر في يوم معين وعاوز ياجل الاختبار لا بيدفع طبعا مصاريف. المهم السبيكينج ات كونتينز اوف 3 بارتس، السبيكينج بيكون عباره عن 3 بارت 3 اجزاء. بارت 1 بيكون اباوت بيرسونال ستاف، يعني اسئله شخصيه. يعني ايه بيرسونال ستاف؟ يعني ات اسكس يو او هي اسكس يو اباوت يور فاميلي اباوت يور هوم تاون اباوت يور هاوس اباوت يور فريندز اباوت يور هوبيز اباوت يور يو نو لايك سكول يور ستاديز يور ورك. يعني فطلبة كتير يسألها يقول لها where are you from؟ تقول لها I'm from Saudi Arabia. where is your mother from؟ she's from Syria. so describe Syria. tell me about Syria. and so on. where do you work؟ تشتغل ايه؟ طب بتشتغل فين؟ what are your duties؟ ايه واجباتك الوظيفية؟ تعبت تغير الوظيفة بتاعتك ولا لا؟ انت حابب ليه تاخد الايلتس exam؟ what are your hobbies؟ ايه الهوايات بتاعتك؟ describe your house، اوصف بيتك. describe your friends، اوصف اصدقائك. do you have friends or not؟ حتى في بيتك يقول لك ايه the best and the worst thing that you hate about or that you love about your house. ايه افضل حاجه واسوأ حاجه في البيت بتاعك؟ describe your house، اوصف بيتك شكله عامل ازاي. do you like to have a garden or not؟ يعني بيكون بارت 1 بسميها warming up. warming up يعني اسئله تتفقد، انه بيحاول شويه يخليك ما تحسش ان انت خايف، بيحاول يخليك شويه تحس ان انت الموضوع فاميليار بالنسبه لك والموضوع ما هو صعب ولا اي حاجه. طبعا ده مش عليه درجات كتير لانه بيسأل اسئله بسيطه، يعني مش اسئله صعبه. نيجي بقى بارت 2 بارت 3 بارت 2 بارت 3 اساس الدرجه على بارت 2 بارت 3. بارت 2 وبارت 3 مرتبطين ببعض، يعني they are related in topic، مرتبطين في الموضوع. بارت 1 لا، بارت 1 زي ما اتفقنا مجرد اساسات تدفع، يعني في حتى لو عدد الطلبه ضخم جدا ممكن يكنسلوا بارت 1 يدخلوا على طول على بارت 2. يعني في طلبه قالوا لي كده الله اعلم قالوا لي الحقيقه ولا هم كانوا بيكذبوا عليا، بس هي الفكره عموما بشكل عام ان بارت 2 وبارت 3 هو عليهم اغلب الدرجات، وهم ممكن فعلا يكون الاكزامينر حاسس انه مفيش وقت، فمش مش 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 شرط يسالهم في بارت 1 لانه خلاص بارت 2 بارت 3 كافيين جدا هم يعرف بالظبط يعني مستواهم ايه. المهم بارت 2 بيكون هو مش بيقرا سؤال، بيديك سؤال موجود، السؤال بيكون اوله كلمه ديسكرايب، يعني ديسكرايب يعني اوصف، وبعد السؤال بيكون في حوالي من 3 ل 4 ل 5 اسئله. shouldn't يعني in frankly or general speaking you have to stick to answering the questions. he gives you or she gives you 1 minute، بيديك دقيقة to transfer or to prepare yourself or to prepare your response. بيديك دقيقة عشان خاطر تنظم إجابتك الأول، بيديك ورقة وقلم بيديك دقيقة ولك نظم إجابتك. بعد دقيقة بياخد منك الورقة والقلم وبياخد خلاص بيبدأ يقولك والله you can speak now. المفروض you have to speak continually for 2 minutes، لازم تكلمي لمدة دقيقتين كاملين. كل ما وقفتي الوقفات بتاعتك في السبيكينج بتضيع درجات. يعني اسوأ حاجه في السبيكينج ان الطالب يسكت،
او يقف، ده بيضيع درجات كتير جدا، لانه اساسا الاختبار كله على بعضه ما اتفقنا ما يكملش 14 دقيقه بالكتير، كله على بعضه 14 دقيقه. يعني في الحقيقه لو بصينا انت بتتكلمي اقل من 10 دقائق. لو احنا اتكلمنا عن ان هو الاول بيقدم لك نفسه، يقول لك ان هو الاكزامينر بتاعك وانه يختبرك النهارده، يقول لك فين الاي دي بتاعتك وواتس يور فول نيم، ويسالك عن الاسئله الشخصيه بتاعت اسم كذا، ويسال اسئله ويديك دقيقتين تحضري نفسك وان سو اون. لو لاحظت نفسك ما بتتكلميش بالكتير اكتر من 10 دقائق، اقل من 10 دقائق بتتكلميهم. فتخيلي بقى لو اساسا مطلوب منك تتكلمي اقل من 10 دقائق وانت سكت في ال 10 دقائق دول. طبعا الدقيقه بتفرق معاكي، يعني الدقيقه بتسكت، دقيقه سكوت بتفرق جامد جدا جدا. ولما بتجاوب الاسئله بتاعت اللي هي ديسكرايب ده بتجاوبي وات، يعني مثلا يقول لك ديسكرايب ا فيمس بيرسون ذات يو ري ادماير، ديسكرايب ا بيرسون او ا فيمس بيرسون ذات يو ادماير، اوصفي شخص مشهور بتحبي معجبه بيه، او ديسكرايب وان اوف يور فاميلي ممبرز، اوصفي حد في عائلتك، او ديسكرايب يور فريندز، اوصفي صديقتك، او ديسكرايب سمثينج ذات يو ريلي لايك، شيء بتحبيه، تكنولوجيكال انفنشن، اختراع بتحبيه، ديسكرايب ا بليس ذات يو لاف تو ليف ان، مكان تحبي تعيشي فيه، ديسكرايب ا كونتري ذات يو ليفد ان، اوصفي دوله، ديسكرايب ا بروجكت اور ان ايديا، ديسكرايب يو نو ان انتريستينج سايت، ديسكرايب نيوز، اوصفي خبر ار تي فاكراه انت، يعني ممكن في الديسكريبشن انك اوصفي شخص، اوصفي مكان، اوصفي شيء، اوصفي خبر، اوصفي مجله، اوصفي جريده، اوصفي كتاب، اوصفي فيلم، اوصفي اغنيه، اوصفي مقطوعه موسيقيه، اوصفي حيوان ان سو اون. بعد كده يقول لك ايه الشيء ده او الاختيار، ممكن انك اوصفي ديسكرايب ا تشويس، اختيار اضطريت تعمله، ا ديسيجن قرار اضطريت تاخده في حياتك، مكان يو هيت، مكان انت ما بتحبوش ان سو اون. شخص اجتماعي جدا جدا، اوصف جار من جيرانك، اوصف صديق للعائله. فهي طبعا السبيكنج حلو جدا في ايه، الاسئله دايما بتكون متكرره. بتجاوب تحت لك مثلا ايه الشخص، مين الشخص ده، يقرب لك ايه الشخص ده، اوصفه جسمانيا ونفس شخصيا ونفس جسمانيا شكله عامل ازاي، الشخص ده مثلا قابلته امتى، ليه الشخص ده بالذات حبيت تتكلم عنه. يقول لك مثلا اوصف لي حفله، ديسكرايب ا بارتي، لك الحفله دي كانت حفله مين، وات ذا سيليبريشن فور، اتعملت فين، وير ات واز هيلد، وير واز ات هيلد، ايه الناس كانوا بيعملوا في الحفله ديت، هاو ديد دي دو ات، ازاي عملوها، اند واي دو يو لايك، وليه الحفله دي عجبتك ان سو اون. طبعا في الاجابات انت بتتحاسب برضو على الفانكشن، بتتحاسب على البرونسيشن، بتتحاسب على النطق، ما بتحسبش على الاكسنت، بمعنى انه لو الاكسنت بتاعتك مش بريتش ما بينزلكش درجات، مش امريكان، as long as your accent is clear and you make sure that everyone understands you, you get the mark. طالما انت الاكسنت بتاعتك كلير and everyone understands you، مش من حقه ينزلك الدرجات. بس عشان نكون رياليستيك، لو الاكسنت بتاعتك بريتش somehow او امريكان somehow like native، انت هو يعني بيخاف ينزلك في الدرجات، لكن بشكل عام مش من حقه ينزلك فعليا طالما الاكسنت بتاعتك كويسه واضحه خلاص. بتتحاسب طبعا على الفلوينسي، الفلوينسي مقصود بيها الطلاقه، بمعنى ما ينفعش اجيب في السبيكنج اقعد اقول I'd like to describe a party that I was at last week. يا الله بيبقى مزعج جدا 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 في السبيكنج. فالاحسن تعمل حرف الام، يعني تاخد حرف الام وما تقعدش تقول لا تقول تمام، تقولي الحركه ديت مش مزعجه للاذن زي الحركه بتاعت طبعا الوقفات كتير غلط، ما ينفعش تقف كل شويه وانت بتتكلم لان ده غلط اصلا، مش بيأثر على الفلونت بتاعتك. الديبث اوف ايدياز، الافكار بتاعتك افكار فعلا مقنعه ولا مجرد افكار انت بتقولها وخلاص. كمان بتحاسب على التنظيم بتاع الافكار بتاعتك، بتحاسب على الكوهيرنس، على اليونيتي، بتحاسب على الكوهيشن، الكوهيجن في تماسك الالفاظ، تماسك اللغه بتحاسب عليهم. نيجي البارت 2، طبعا بارت 2 انت بتتكلم لوحدك، مش الاكزامينرز ده هيقول لك انت صح او انت غلط، مش هديك اي اكسبريشنز، مش هديك باد اكسبريشن ولا جود اكسبريشنز، هو هيخليك تتكلم وخلاص. الامتحان بيكون متسجل، التسجيل ده ما ينفعش مثلا واحد عشان هو مسجل يما يبصش الاكزامينر خالص ويقعد يقرب من التسجيل عشان الصوت واضح، هو اساسا قبل ما يتم هيحطلك الدرجه. التسجيل ده فايدته ايه؟ فايدته في حاله اذا يعني حاجه كده، اذا الطالب احتاج يعمل ريماركينج. احيانا انا معايا طالبه طلبت اعاده تصحيح السبيكينج وخدت درجات زياده، يعني اكزامينر ظلمتها فعلا، يعني اللي امتحنتها دي فعلا فعلا ظلمتها. فلما كلمتني قالت لي انا حاسه ان انا ظلمت، فقلت لها في الغالب ممكن تكوني فعلا اخطات وانت مش واخده بالك، يعني عملتي اخطاء. فقالت لي انا حاسه ان انا فعلا ظلمت، يعني انا حاسه ان جاوبت كويس جدا. فقلت لها اوكي، دفعت 500 ريال وراحت عملت اعاده تصحيح طلع لها درجات. ده ما بيحصلش كتير، يعني خلينا نكون واضحين، ده ممكن يحصل مره كل 200 مره، ما بيحصلش كتير. اللي اختبرتها غالبا لو كانت ست اللي تختبرك غالبا بتمسك لك على الواحده، لو واحد اللي بيختبرك لا،
يعني تدعي ربنا يمتحنك واحد مش واحدة. يعني المان ما بيكونش مركزين بقى على كل كلمة بتقوليها وكل غلطة بتقوليها، لا الستات لا بيكونوا مركزين جدا جدا، خصوصا اذا كانوا حاسين انه الشخص اللي قدامهم ده بيتفاخر عليهم. المهم، فالتسجيل ده فايدته ايه؟ فالتسجيل ده لمصلحتك مش ان هو ضدك. متخاف ما تفتكرش انها تروح البيت تقعد تسمعها مرة واثنين وثلاثة، لا لا لا، لان مفيش وقت اصلا، مفيش وقت، المفروض ان هي بتسلم درجات. فالتسجيل ده زي ما اتفقنا فايدته ايه؟ ان هو مجرد حق ليكي اذا انت حسيت ان فيكي حق او انظلمتي. وفي الغالب ما بتنظلميش، في الغالب ما بيكونش في ظلم، في الغالب نادر جدا زي ما اتفقنا. الحاله دي اللي كانت اول حاله في حياتي اشوفها ان هي بتطلع لها درجات، بس تستحقها، يعني فعلا تستحق الدرجات اللي اخدتها لانها فعلا انظلمت يعني. فالمهم نكمل بارت 2 وبارت 3 مرتبطين ببعض. يعني ايه مرتبطين ببعض؟ يعني لو جيت في بارت 1 قلت لك بارت 2 قلت لك اوصفي لي حفله، اجي في بارت 3 اقول لك ايه انواع الحفلات اللي موجوده في الدوله بتاعتك، يعني ليه الناس بيعملوا حفلات. هل تفتكري ان الحفله لازم تكون حفله مكلفه جدا ولا مش شرط؟ مثلا ايه الحفلات الدينيه او الحفلات القوميه اللي بتتعمل في الدوله بتاعتك؟ طب هل تفتكر ان الحفلات القوميه دي تضيع للوقت ولا مش تضيع للوقت؟ طب لو هيعملوا حفله قوميه مين المفروض يدفع حقها؟ الحكومه تدفع حقها ولا الشعب نفسه يدفع حقها؟ انزون لو كلمتك قلت لك اوصفي لي حد في عائلتك في بارت 2، اجي بارت 3 بقى اكلمك بشكل عام، تفتكري ايه العلاقات الاسريه اللي اتغيرت دلوقتي؟ قارن بين العلاقات الاسريه انت باست اند ان ناو. مثلا اسالك اقول لك افراد العائله مرتبطين ببعض ازاي، يعني ايه اوجه الشبه واوجه الاختلاف بين افراد العائله الواحده. اكلمك عن الجيناتيك فاكتورز، العوامل الوراثيه بتاعه العائله. يسالك او الناس تعرف ازاي الجيناتيك فاكتورز، الجينز بتاعتهم بتاثر ازاي، ايه اللي بيميز شخصيه كل حد في العائله، هل العائله نفسها بتميزهم ولا في حاجات اجتماعيه زي الاصدقاء زي السفر اند سو بيغير الشخصيه بتاعتهم. بارت 2 ما بيكونش بيكون وان واي، يعني انت بس تتكلم او انت بس تتكلمي بس، هي مجرد استجابتك مش هتدي اي حاجه خالص. بارت 3 لا، بارت 3 جيف اند تيك كونفرسيشن، يعني هيسال اسئله وان تيك جيف اند تيك، هيسالك اسئله ليها علاقه بالموضوع بتاع بارت 2 وانت مطلوب منك بقى موضوع، يا اما تقولي انت موافقه ومش عارفه على فكره اللي هو بيقولها، يا اما تقولي يقول لك طلعي لي الاسباب ونتائج، يقول لك طلعي لي المسميه الكوز اند افكت، طلعي لي كومبير اند كونتراست، قارني مثلا بين الحاجه دي والحاجه دي. مثلا يقول لك لو بارت 2 قال لك وصفي لي كتاب عجبك، مين اللي كاتب الكتاب، قريتيه امتى، قريتيه فين، ايه فكره الكتاب بشكل عام، الكتاب ده عجبك ليه. مثلا ديسكرايب ا بوك، وير اند وين ديد يو ريد ات، واي ديد يو لايك ات، هو روت ات، وات اباوت ذا اوثر and writer. يجي في بارت 3 يسألك يقول لك reading بشكل عام، compare between reading now and in the past. Do you think that reading or books can be are going to be replaced by technological invention؟ تفتكر ان الكتب خلاص هتبدأ يتم ان هي تتم استبدالها بالاي بوكس، الكتب الالكترونية، وليه؟ طب ايه مميزات وعيوب الكتب الورقية؟ هل تفتكر في المستقبل هيكون في كتب ولا لا؟ and so on. فبيسأل اسئلة شوية جدلية. طبعا في بارت 3 لازم تجاوبي، تدي examples و reasons و statistics وتتكلم بشكل عن، تدي أدلة تجاوب على كلامك، ما ينفعش تدي تجاوب تدي short answers. في speaking بشكل عام ما ينفعش تدي short answers. short answers are impolite، الإجابات القصيرة بتكون إجابات غير مهذبة. بمعنى لو أنا حد قلت لك مثلا do you like your school، أنت قلت yes أو قلت no، ديت مش إجابة كاملة، بتحسس اللي قدامك ان انت مش عايزه تتكلمي اصلا. You are not interested in having this conversation. So even if someone, if you ask someone a question and this person answered in a short way, you didn't think that he answered impolitely. You don't think that his answer is polite. لو انت سألت شخص سؤال والسؤال ده الشخص ده جاوب لك سؤال بنعم او لا، انت بتبقى حاسه الشخص دوت مش مهذب في الكلام. لكن لو مثلا قلت لك والله did you like your school؟ Yeah, of course, yeah. Surely, definitely, absolutely, I like it so much. I liked it so much. يعني عجبتني المدرسة جدا. I liked it. Okay. أو مثلا I had lots of friends. You know, I had like good teachers and so on. فبدي أدي تفاصيل، بدي إيه information. طبعا ده مطلوب. لو تيجي مثلا هل تعتقدي إن الكتب هيتم replaced by e-books؟ اللي هي paper books are going to be replaced by e-books. ما تقوليش yeah, I think so. ولا no, I don't think so. لا ما ينفعش، لازم تقول والله actually I think that because of so and so. لازم تديني reasons ليه انت فاكره وجهه النظر دي. تمام. طبعا زي ما اتفقنا في the speaking برضه بتحاسب على الفوكابلري. يعني ايه الفوكابلري؟ يعني لازم تستخدمي كلمات اكاديميه. ولما بقول لازم استخدم كلمات اكاديميه مش لازم ادخل الكلمات الاكاديميه في كل الوقت، لا مش شرط. يعني ممكن المقصود بيها ان لو انا كلمه اكاديميه ما اعرفش هستخدمها ازاي بلاش استخدمها، مش عشان هي كلمه اكاديميه استخدمها وخلاص، لا يعني اعرف ان انا مستخدمها صح. يعني انا لازم استخدم كلمات اكاديميه صح، يعني مش عشان استخدم كلمات اكاديميه احطها بس لمجرد ان الكلمه دي كلمه صعبه فانا احطها وخلاص، بس هي مش ماشيه مع الموضوع، لا طبعا ده غلط.
اوكي. ده خلاصة الموضوع بشكل عام. امتحان الايلتس بيكون شكله ايه؟ في الريدنج، في الليسننج، في الليسننج، في الريدنج، في رايتنج، في سبيكنج. المفروض ان شاء الله بعد كده هناخد كل واحد منهم بالتفصيل ونحل عليه اكزامبلز، يعني نحل عليه امتحانات عشان ناكد او نشوف الكلام احنا بنقوله. اوكي، ان شاء الله سهل ان شاء الله. اوكي، ذاتس ات فور توداي. اوكي، ذاتس ات. اوكي، هير.